مرحبا بكم. اليوم هنعمل لحمة بعجين مناسبة للكيتو دايت ولمرضى السكر، سهلة وبسيطة جدا. يلا الوصفة. بنفرم قليل من الطماطم وبقدونس وقليل من البصل، يمكن حذف أو إضافة أي نوع من الخضروات حسب نظامكم الغذائي. قليل من الملح وقليل من فلفل الأسود، وبنضيف اللحمة المفرومة بكميات هي اختيار الكمية. سأوضع جميع المكونات على الشاشة إذا كنتم بحاجة لالتقاط صورة. نوضع كوب من الجبن مزرولا 100 جرام على نار خفيفة لمدة دقيقة أو حتى تذوب، يمكن استخدام الميكرويف لبضع ثواني. ثلث كوب دقيق اللوز 35 جرام وبيضة مخفوقة مثل هيك، قليل من الثوم وقليل من فلفل الأسود. نعجن المكونات جيد لمدة 5 دقائق تقريبا حتى تنسجم مع بعض. بنفرد العجينة وبنوضع اللحمة وبنفردهم مع بعض. تشغيل مسبق للفرن من الأعلى والأسفل 200 درجة مئوية. نوضعها بالرف الأوسط لمدة 15 دقيقة، يجب مراقبتها حسب نوع الفرن. هذه هي المكونات. هيك أصبحت جاهزة، شايفين كيف؟ كتير روعة مميزة، شايفين كيف محمرة؟ منشان اليوم رمضان مش هنقدر نتذوقها، إن شاء الله حفطر فيها، هي وجبة متكاملة. أتمنى الموجودين عندي على الصفحة على الفيسبوك اشتركوا قناة اليوتيوب باسم القناة شيف نائل منشان يوصلكم كل جديد. في أمان الله.